خمس أماكن طبيعية من أجمل الأماكن على مستوى العالم، أولهم جبال تيانزي. مجموعة جبال تيانزي في الصين اللي كانت مصدر إلهام جيمس كاميرون مؤلف فيلم أفاتار، واللي بتتمتع بتربة مناسبة بتسمح للغابات بالنمو على قمم في شكل إبداعي، وبيبلغ عمر الجبال دي 300 مليون سنة. بحيرة هيلر الوردية. البحيرة دي تحدت العالم لأن العلماء معرفوش السبب إنها وردية وليه اللون الوردي بيكون أقوى كل ما تبعد عنها، وبيعتقد العلماء إن السبب هو طحالب معينة في البحيرة بتنجذب للملوحة العالية، بالإضافة للبكتيريا المعروفة باسم هالوبكتيريا. والبحيرة دي الوصول لها بيكون صعب، بس بيكون عن طريق طيارة هليكوبتر لأنها بحيرة استكشافية للعلماء فقط. جبل فوجي هو أعلى قمة في اليابان على ارتفاع 12388 قدم، وغالبا بتحيط به طبقة سميكة من الضباب، ورغم وجود جليد حواليه إلا أنه بركان نشط اندلع آخر مرة سنة 1707. البحر الميت. بيقع البحر الميت على ارتفاع 1410 قدم تحت مستوى سطح البحر، وهو أخفض نقطة على مستوى الكرة الأرضية، وبيعد المكان المائي لأعلى ملوحة في العالم، واللي سمح بتكون تشكيلات ملحية طبيعية رائعة. وادي نهر بلايد. إذا كنت عاوز تشوف المناظر الطبيعية المدهشة والألوان المميزة، لازم تروح تزور نهر بلايد في جنوب أفريقيا، واللي بيقع على ارتفاع 2600 قدم. والوادي ده ليه طبيعة جيولوجية فريدة، واللي بتسمح بوجود النباتات والحيوانات المتنوعة. Music license.